سؤالنا الاخير وللاسف الشديد هو سؤالنا الاخير، كان نفسي اقعد مع حضرتك بس عشان تلحق البحر والكوره والحاجات دي. هو سؤال ثابت في كل حلقاتنا، زمان كان بيجي في الامتحان سؤال بيقول لنا ابعت رساله لصديق ليك عايش بره تدعوه في الرساله دي لزياره مصر. لو حضرتك كتبت رساله بتدعو حد من اصدقائك لزياره العالمين الجديده، هتقول له ايه في الرساله؟ انا ليا صديق دكتور تجميل شهير في امريكا، دفعتي في كليه الطب، وانا دكتور طبيب بشري يعني، وهو كان دفعتي من تاني اعدادي ومن اصدقائي في شبرا، هو اسمه الدكتور مهاب، هو دكتور تجميل. وهو جه سيدي عبد الرحمن لما اكتر من 30 سنه واشترى ارض في سيدي عبد الرحمن ما يعرفش هي فين اصلا. فانا عايز اقول له تعالى شوف المكان اللي انت حضرته من 30 سنه بقى عامل ازاي عشان تعرف مصر بقت فين.